له صوت ميزه عمل عليه ووظفه خدمة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى نال ما ناله من بركاتهم فأصبح له شأناً وصار من خلاله بيرقاً من بيارق خدمة الإمام الحسين عليه السلام، المنصة الآن للمنشد علي العتابي ويشاركه المنشد علاء العبودي، فحفوهم بذكر محمد وآل محمد. خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. نعزي صاحب العصر والزمان وكذلك المراجع العاملين بالحق وأبطالنا وأبطال الحشد الشعب كافة بهذه الذكرى، ألا وهي ذكرى استشهاد صديقة الطاهرة فاطمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، لكن تليق بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل يما بداعت الله ظل وياي. لسان حال الأيتام. يما بداعت الله ظل وياي ما أحمي يما بداعت الله ظل وياي ما أحمل تراني هموم دنياي. يما بداعت الله بداعت الله لا تروحين يما خلاف عينيك اتجه وين بس دمعات تتهامل من العين. لسان حال الإمام الحسن. عند عتاب وياك يا ما عند عتاب وياك يا ما الله يساعد كل من فقد أمها. يا موت بلع عليك أني يا موت عوف أمه وخذني وخذني يا موت عوف أمي وخذني بغيابها ميت عسني يا مايا تروح ولا ما تجينا يا موت عوف من الحنين يا الحنين من ريدها تروح من دينا يا مايا أمر
الروح عنها يا مويا يا موت أم روح عنها يا موت خليها بحزنها مجروح لا تطبق جفنها مجروح لا تطبق جفنها سن الله عليكم يما مو هين وداع يما مو هين وداع يما لا تروحين لا تروحين زينب انا جيتك يما 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 زينب لا تجافين انا شلون اصبح يتيمة يما شلون انا شلون اصبح يتيمة على بصباي بصباي يما وامشي وابدي ويا الهضم والله من زغر التردين يصير البيت خالي يما يصير البيت البيت خالي بدونك شلون يا شمعة حياتي يما يا يا شمعة حياتي وعمر وسنيني بعد المن اقول ان يما لولات لولات يما بعد المن اقول ان يما لولات يما لارتي يما وباسم صحتيني يما شكل اخواني يما شكل اخواني لو عنك يسألون يما يسألون يما ش يصبرون يما يماش يصبرهم بدونيك يما حاجيني لسان حال الإمام الحسن سلام الله إن شاء الله ما نطيل عليكم آخ يوم فرقتي الغالش قبورها آخ يوم بالقبور
الحروب تحفر أثرها بعيني لي أشيل كون طافي يما جيت الدار تجيب لهفة حنيني صحت يما قليت بلكت تسمعيني كنت من ناصل تجيني تقبلي شفتك نايمة من عمة عيني آخ يوم تفاجأت مو وقت نومك آخ يوم السفر مو هذا يومي بحضنك الدلال غافي نايمة نوم العوافي آخ يما صل على محمد وآل محمد.